هتكلم عن منتخب مصر، منتخب مصر للكرة الطائرة في البطولة الإفريقية اللي بتقام على أرض مصرنا الحبيبة، واللي بدأت مع بداية الأسبوع الحالي. النهاردة إن شاء الله هيخوض منتخب رجال الكرة الطائرة تاني مواجهاته في البطولة الإفريقية، واللي بتستضيفها مصر باستاد القاهرة أمام الجزائر. بعد ما فزنا الحمد لله في أولى المواجهات على بوروندي بنتيجة 3-0، وتابعنا كل المباراة، تابعنا كمان حفل الافتتاح المبهر واللي سبق المواجهة طبعا، اللي شفنا واستمتعنا بيها وظهروا بشكل مميز جدا ورائع جدا فيها. ولكن هقول إن مباراة مصر والجزائر هتكون ساعة 6 إن شاء الله، هيتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. وحابة أفكركم إن منتخب مصر بيلعب في المجموعة الأولى بجانب كل من بوروندي مع الجزائر، أما ترتيب باقي المجموعات، المجموعة الثانية معها تونس، مالي، تنزانيا وتشاد، المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وأخيرا المجموعة الرابعة بتضم منتخبات المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا. دي المجموعات، وبنقول كل التوفيق يا رب لنجومنا ونجوم منتخبنا المصري، كل التوفيق للعيبة منتخب مصر، حسام يوسف، أشرف لقاني، أحمد صلاح، رضا هيكل، سيف عابد، عبد الرحمن سعودي، محمد عادل، محمد المهدي، محمد رضا، محمد رمضان، محمد مصطفى، أحمد يوسف، محمد عصران، أحمد سعيد، نجوم 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 كتير طبعا بيلعبوا في أندية كتير، وتم اختيارهم علشان يكونوا متواجدين في منتخبنا المصري للكرة الطائرة. بنتمنى لهم كل التوفيق، وليهم وللجهاز الفني وللإداري، وناخد يا رب خطوة مهمة جدا لغاية المباراة النهائية ونتوج بلقب كأس إفريقيا بإذن الله. امبارح وزارة الشباب